تعالى بقى لخبر مهم وهو التصنيف المحتمل للفرق في كأس العالم للأندية. بس ارفع ايديك كده فوق وقول اهلي. ايوه اهلي اللي مشرف مصر دايما يعني، لانه هتسمع اسماء الأندية. المحتمل في التصنيف الاول او المستوى الاول هيبقى ريال مدريد الاسباني، مانشستر سيتي الانجليزي، بايرن ميونخ الالماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريفر بليت الارجنتيني، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، بالميراس البرازيلي. دول التصنيف الاول. المستوى الثاني يوفنتوس الايطالي، تشيلسي الانجليزي، بروسيا دورتموند الالماني، اتلتيكو مدريد الاسباني، بنفيكا البرتغالي، بورتو البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، بوكا جونيورز الارجنتيني. التصنيف الثالث ريد بول سالزبورج النمساوي، الاهلي، الوداد، الهلال، اولسن الكوري، مونتير المكسيكي، كلاب ليون المكسيكي، وبوتافوجو البرازيلي. التصنيف الرابع الترجي، سان داونز، العين، باتشوكا، سياتل ساوندرز الامريكي، انتر ميامي الامريكي، اوكلاند النيوزيلندي، واوراوا الياباني. ادي تصنيف العالم، تصنيف الانديه في العالم اللي الاهلي هيكون مشارك فيها باذن الله. بنتمنى التوفيق للجميع، وبنتمنى ان شاء الله للفرق العربيه والفرق الافريقيه كل التوفيق، ودايما الاهلي مشرف مصر.